الخير، كيفكم بنات؟ شو اخباركم؟ قبل ما نسوي مع بعض الفطور، طبعا الفطور اليوم مميز ولذيذ، مره لذيذ، اتوقع الجميع يحبه. اذا المهم بتكلم لكم اليوم عن جهاز اديسون من السيف جاليري. طبعا السيف جاليري مسوين الحين عروض ما تتفوت، تخيلوا باقي كم يوم وتنتهي العروض. طبعا ماركة اديسون المعروف لا يعرف، يعني معروفة بجودتها وضمانها القوي. هذه العجانة من اديسون 4 في 1، تخيلوا عجانة وخلاط كاس وطاحونة وغير كذا فرامة، تخيلوا يعني أحسها تفك أزمة وتحفظ لك المكان، يعني ما يكون كل هالأجهزة يعني متفرقة، وراح تاخذ أصلا ترى يعني في المطبخ مكان. فلو تاخذين جهاز واحد يشمل لك هذه الأجهزة كلها في جهاز واحد، والله يعني بتوسعين على مطبخك كثير. صدق بنات لا تفوتون العروض، لأنها أحس الأجهزة اللي تتحلل في البيت حلو تستغلين العروض وتشترين، يعني للعمر، خلاص جهاز للعمر. عجانة إديسون يجي معها 3 رؤوس، مثلا واحدة للكيك واحدة للعجين وكذا، ويجي معها برضو هذه اللي هي خلاط الكاس وطاحونة. طبعا تقدرين تطحنين فيها أي شيء، مثلا هيل قهوتك، وبرضو هذه فرامة ب3 رؤوس. تخيل 3 رؤوس مختلفة، يعني تجيك كذا مرة صراحة يعني متكاملة، من درجة ما هي متكاملة. تخيلوا شايفين لكم هذه اللي تغطي العجينة عشان تتخمر، يعني يهتمون بالتفاصيل التفاصيل ما شاء الله. وهذه برضو شوفوا جاي معها اللي عشان ما يتناثر الخليط، حبيت مرة التفاصيل. بحط لكم رابط موقع السيف جاليري، تقدرون تطلبون منه يعني عن طريق الموقع، ولا تروحون عادي فروعهم وكلها موجود فيها التخفيض.